بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الخساره من سالتا فيجو امبارح 2-1، اداره برشلونه بقى عليها ضغط اعلامي كبير. هل يا جماعه انتوا رونالدو كومان مكمل معاكم السنه الجديده، ولا هيتم اطاحه برونالدو كومان وجود مدير فني جديد؟ وقتها اداره برشلونه استضافت الاعلام اخبار كتير حوالين ان يا جماعه احنا بنسبه 99% كومان مش مكمل معانا، وكومان مش من ضمن الخطط بتاعتنا. خلاص يا جماعه، طب هتعلنوا لنا اقالته امتى؟ لما نجيب مدير فني جديد. وقتها يتم اعلان اقاله كومان وتوجيه الشكر ليه. هتقول لي انت ايه رايك؟ شايف ان كومان فعلا يستحق الاقاله؟ طبعا يا صديقي. هتقول لي ايه ده، انت راجل ظالم على فكره، كومان كان بيكسب، وكومان اللي قدر يرجع الفريق من بعد الانتكاسه بتاع بايرن ميونخ، وكومان اللي قدر ولا بالراحه بس انت فاكر انت الانتكاسه بتاع مباراه بايرن ميونخ اللي انت عمال تتكلم عليها دي؟ مين الاربعه اللي كانوا بيلعبوا ورا يا اسطى؟ معلش بس يعني مين الاربعه اللي كانوا بيلعبوا ورا؟ مش كان بيكي وكان كليمو الانجلي وكان معاهم نيلسون سيميد وكان معاهم سيرجيو روبرتو؟ صح ولا غلط؟ احنا دلوقتي كملنا الموسم واغلب الوقت كنا شايفين ان بيكي وكليمو الانجلي مستمرين، وكنا شايفين دايما ان مشكلتنا دفاعيه بحته، والمشكله دي محتاجه تدخل من مدير فني. هتقول لي الراجل راح جاب 2 من لاماسيا، منجويزا واروخو، وحطهم جوه الفريق ودعمنا بيهم، وكانت تدعيمات كويسه وتدعيمات ممتازه. ما تنساش فكره ال 3-5-2، كانت فكره ناجحه جدا، انا مش ناسيها، وانا بقول لك ان ال 3-5-2 دي انجح حاجه كومان عملها في مسيرته مع برشلونه. بس المشكله ان هو رجع نفس خط الدفاع اللي لبسنا بيه الفضيحه، اللي كنا بنطالب بتطهير برشلونه من اللعيبه وهما يسموا بالبكر المقدس. فجاه البكر المقدس بقى بيشارك معانا في كل الماتشات اللي احنا بنلعبها في الليجا، علشان خاطر كنا بننافس على الليجا. وقتها انت استدعيت العناصر المسمى بالخبرات، ايوه هما البكر المقدس، وحطيتهم جوه الملعب. ولما البكر المقدس ده ضيع لك الليجا، وقتها قلت يا جماعه انا عملت فريق شاب والنتائج تحسنت كثيرا. لو انت مين اللي هيصدقك؟ انا من البدايه قلت لك كومان وبارتينو ما عندهمش اي مشروع، مفيش ثوره تصحيح هتحصل، مفيش لعيبه من اللي كان بيقال عليهم كبار هيمشوا، اللعيبه اللي تم التضحيه بيهم هم اللعيبه الدخلاء علينا، مش اللعيبه اللي كانوا طالعين من لاماسيا. ركز معايا، لما تم الاطاحه بفيدال طبعا مش ابننا، لما تم الاطاحه براكيتيتش ماليش دعوه بينا، لما تم الاطاحه بسواريز برضه سواريز مش من لاماسيا. مين اللي كان منتظر ان هو يتم الاطاحه بيه؟ جيرارد بيكي، واحد من العناصر الاساسيه اللي بيقال عليها ان هم ابناء النادي وان هو الرئيس وكلام جمهور برشلونه كتير حواليه. الاطاحه بسيرجيو روبرتو، الاطاحه ببوسكيتس. هتقول لي بوسكيتس قدم اداء كويس بال 3-5-2؟ اقول لك دي كانت مطالبنا في بدايه الموسم. ايه بقى اللي حصل منها؟ ولا اي حاجه حصل. انت جبت ظهير امريكي محترم اسمه سيرجينو ديست، حطيته ناحيه اليمين، كملت بنفس السكواد اللي عندك، ما فكرتش تعمل اي تغييرات. حتى لما جات لك الصلاحيات كامله انك تلعب اللي انت عايزه واللي انت مش عايزه ترميه على الدكه، اول ما بيكي ما رجع من الاصابه سليم، خلاص بيكي لازم يشارك. سيرجيو روبرتو بعد اصاباته الكتير، اول ما رجع من الاصابات يشارك. طب فين بقى الثوره اللي انت عملتها دي يا اسطى؟ وكده كده بوسكيتس مكمل برغم كل المستوى اللي بيقدمه، نديله 60 دقيقه ونغيره عادي يا جماعه، موجود في الملعب اهو. طيب مدرب طبطاب وبيحايل اللعيبه زي ده، ما عملش ثوره ولا قادر ان هو يسيطر على البكر المقدس داخل غرف الملابس، يكمل بيه السنه الجايه ليه؟ طلعت بكاس السنه دي كويس، كان لازم يعني اطلع بموسم صفر علشان خاطر امشي المدرب؟ لا، المدرب بتاعي ما عملليش اي حاجه من التارجت اللي انا عايزه، وانا ما كنتش حاطط تارجت بطولات، انا كنت حاطط تارجت واحد بس، هو انا كنت عايز اعمل فريق جديد، وكنت عايز اضحي بالعناصر اللي كانت سبب في فضيحه لشبونه 8-2 بتاعه بايرن ميونخ. هل تم التضحيه بالعناصر دي؟ اطلاقا. هل تم فكره بناء فريق شاب برشلونه؟ طلعت لي شويه شباب من تحت ملامسية، على فكره فالفيردي كان بيعملها، كان بيحط شويه شباب في نهايه الموسم لما كان بيخلص الليجا ايام ما كنا بنكسب الليجا. فانت دلوقتي لما مطلع لي لعيبه وقت الجد خليت عنهم لصالح لعيبه مسميين بالخبرات، والخبرات دي خسرتك الليجا، فوقتها ما تجيش تعيط وتقول لي استحق الاستمرار لمده موسم قادم. لا، انت ما تستحقش الاستمرار لمده موسم قادم، ولازم يتم الاطاحه بيك. والكلام على شخصيه كومان ومدى سيطرته على في الملابس كله طلع كذب واتباع لينا. الحقيقه واللي حصلت ان كومان ما عرفش يسيطر على الفريق، وفشل فشل رهيب جدا في التعامل مع البكر المقدس. فهمت بقى ليه انا مش متعاطف ذره واحده بس مع رونالد كومان، وشايف ان اقالته هتكون واحده من احسن الحاجات اللي هيعملها بارتيمو، اللي هيعملها لابورتا. اسف ان هو مش حاطط كومان في ضمن البرنامج بتاعه، ولا حاطط كومان في ضمن الخطط المستقبليه بتاعه، لان كومان فعلا يستحق الاقاله عن جداره. انت صديقي شايف ان كومان يستحق الاستمرار وناخد فرصه بعيد حوالين ان هو مش هيعمل ثوره والسنه الجايه مش هننافس على اي حاجه وهنكمل في نفس الدوامه اللي كنا ماشيين فيها، العالم كله بيتفرج علينا ومش عارف احنا بنعمل ايه، ولا شايف ان اقاله كومان ونروح نجيب مدير فني محترم يعرف يبني لنا فريق؟ انت رايك ايه؟